الحمد لله ترشح في المرتبة الثانية مع ترابيط الأبطال، كنا نستحقوه على طوال الموسم مع التعب الكبير، الضغط اللي عشناه ملاعبية شبان في غيابات كبيرة. اليوم تحكي على موزيس الكوما ملاعبي قيمة ثابتة في الاتحاد الماستيري، محرار وسط الميدان، فرات السلطاني كيف كيف في الجهة اليسرى، من أحسن اللاعبين في الفريق في المباريات الأخيرة. الحمد لله عوضنا الملاعبية هذوما بلاعبين شبان اللي أعطونا الإضافة، وسيرتو معناتها في الورقة الحمراء شفتوا الملاعبية كانوا مركزين متمركزين كما يلزم في وسط الدفاع في وسط الميدان، سكرنا المساحات على الملعب التونسي. رغم اللي لهنا نحب نقول الملعب التونسي راهو فريق ممتاز، فريق الحقيقة من أحسن الفرق التونسية، فريق عنده لاعبين عندهم خبرة، فريق كبير. هذيك هي الكرة، احنا معناتها نحبوا على النتيجه ذي خاطر تضمن لنا المرتبه الثانيه. كيف كيف ملعب تونسي جاي المستير يعرف المباراه اللي باش تكون صعيبه، وهو بيدو يحب على 3 نقاط. الحمد لله في الاخير انتصار الروح، انتصار العزيمه، الاصرار، وبرافو للشبان هذوما اللي مره اخرى ياكدوا وانهم قادرين يحملوا الفريق هذا لبعيد ان شاء الله. كوتش، التغييرات المبكره يعني الى ايت مالك خروجه في وقت مبكر؟ شوف، تغييرات عاديه حسب طريقه لعب المنافس، حسب الضغط نتاع المنافس عليك. شفنا معناتها مكان اللي هو استغلوا الملعب التونسي كما يلزم، احنا حبينا نسكروا المكان هذاك، قمنا بتغييرات تكتيكيه نجم نقولوا مش اضطراريه، خاطر يلزمك تتعامل مع مباراه حسب طريقه لعب المنافس وحسب الطريقه التكتيكيه اللي يلعب بها المنافس. والحمد لله نجحنا، رغم اللي الاتحاد المنستيري خذا ورقه حمراء، لكن في الاخير ما انهزمش وحافظ على النتيجه اللي رشحتنا معناتها كما قلت لك رابطه ابطال افريقيا. الحمد لله بعد تعب كبير، بعد ضغط كبير، وفي الاخير مبروك الاتحاد المنستيري على المرتبه الثانيه ذي، ومبروك لجماهيرنا.